अल्लाहु अकबर। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فهيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرهما ولا تذلنا بعدهما اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما واكرم نزلهما ووسع مدخلهما واغسلهما بالماء والثلج والبرد اللهم نكهما من الخطايا كما نكيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهما دارا خيرا من دارهما وأهلا خيرا من أهلهما وزوجا خيرا من زوجهما اللهم ادخلهما الجنة الفردوس اللهم أعذهما من فتنة القبر ومن عذاب النار الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله